اليوم يستكمل تاريخ الإبادة الجماعية للشعوب على أيدي المنظومة الاستعمارية الدولية بعد عام على بدء الإبادة الجماعية في غزة وفشل الاحتلال في كسر صمود فلسطين. نرى محاولات الكيان الصهيوني الاستعماري الاستيطاني التوسعي تتجلى من خلال التوغل البري والعدوان الجوي والبحري على شعبنا وأرضنا في لبنان. هذا هو الدليل الواضح على جوهر طبيعة هذا الكيان. في ظل دعم معلن وغير معلن من أنظمة استعمارية نهبت أرضنا ومزقت شعبنا لمصالحها السياسية والاقتصادية والتي تعتاش على دمائنا. غزة وما نشهده اليوم في لبنان فضحت نفاق الداعمين الدوليين والمنظمات السياسية وكشفت دورهم في الحصار والتجويع وتشريع ممارسات الاحتلال منذ أيام النكبة. فالأمم المتحدة الميسر والمشرع الاستعماري لأنظمة التوسع الاستيطانية والصهيونية بوصفها أعلى مراحل الفاشية، حيث تدعي إنها منارة للسلام العالمي لكنها فشلت في الوفاء بمسؤوليتها وتحقيق أهدافها. وكيف يمكن أن تكون غير ذلك؟ كيف يمكن لمؤسسة نشأت في خدمة القوى الاستعمارية أن تكون أداة للتحرر؟ إن فشلها في تحقيق مهمتها ليس إلا نتيجة حتمية لطبيعتها البنيوية. لقد شهدت بصمت بل وباركت في الكثير من الأحيان عملية سحق الشعوب الأصلية وقمح حركات التحرر تحت أقدام المستعمرين. نحن هنا لنؤكد أننا لسنا بحاجة إلى رأفتكم أو بياناتكم الورقية، بل لنعري دوركم ونفاق تقديماتكم التي لا تسب رمق المضطهدين والنازحين. هذا هو الواقع الذي عايشناه في غزة ولبنان وسوريا والعراق واليمن، والذي يتماشى مع الأهداف المعلنة للمنظومة الاستعمارية الصهيونية بمشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أكد عليه نتنياهو داخل قاعة تلك المنظمة السياسية الأمم المتحدة في اليوم الذي بدأوا فيه بتوسيع حرب الإبادة على لبنان. فما نشهده اليوم من محاولة فرض حصار على لبنان هو تكرار لما حصل في غزة، تمهيدا للاجتياح البري باستخدام التجويع والحرمان من الخدمات كسلاح للإبادة والتركيع. إن ما يسمى بالدعم المادي الذي تقدمه هذه المؤسسات للنازحين والمتضررين ليس سوى فتات لا يرقى إلى مستوى المأساة. هذا يدل على عجزها عن تلبية الاحتياجات الأساسية لشعب يتعرض للإبادة. من بيروت نقف مؤكدين على حق المقاومة، مقاومة كل احتلال وكل استيطان. ندعو أحرار العالم، طلاب وعمال وعاملات ومقاومين ومقاومات ومناضلين ومناضلات إلى التحرك لإيقاف منظومة الإبادة التي استباحت دماء وثروات الشعوب. لن تتحرر الشعوب إلا بفعل نضالاتها وبفعل المقاومة الشعبية الثورية وحدها. فلنقف جميعا ضد إرهاب الصهيونية ولنؤكد على قرار الصمود والمواجهة. وعليه فأننا في الاتحاد الطلابي العام في لبنان ندعو إلى أولا إلى كافة أهالينا والمجموعات الشعبية في لبنان. علينا تنظيم أنفسنا في لجان شعبية لإدارة الموارد من أجل صمود جميع فئات شعبنا. ثانيا عدم التعويل على مؤسسات تحكمها الصهيونية، حيث بلغ عدد النازحين فوق المليون والمساعدات في حال شح. ثالثا لقد حان الوقت لأن نتجاوز الأوهام وننطلق نحو مقاومة شعبية تنطلق من تحرير الإنسان، كل إنسان من آلة القتل الاستعمارية. رابعا ألا ننتظر الفرج من أولئك الذين يتاجرون بمعاناتنا، بل يجب علينا أن نتحد ونتحرك بشكل جماعي داخل وخارج لبنان لبناء عالم جديد وإنسانية جديدة. خامسا نضال الشعوب عبر كافة الوسائل
لفرض وقف اطلاق النار على الاحتلال وداعميه دون اي شروط على المقاومه. سادسا، النضال بكافه الوسائل لكافر محاوله فرض الحصار على لبنان. سابعا، الضغط للوصول وتكثيف التبرعات والمساعدات حتى تحقيق الصمود والنصر. الاتحاد الطلابي العام في لبنان، بيروت.